في جيك في دقيقة. ضيوف الحلقة هما لبغداديست غيتا وادي حسين جونو كوبل ماروكان جاونا من مدينة فاس وهما كيقوموا حاليا بواحد لو تور دي ماروك. جاو في جيك بقاو تقريبا 6 ايام. غنخليهم يهضروا على في جيك في دقيقة. اول امبريسيون عندي على المدينه انني فريمون تصدمت بارابور للمدينه حيت هي بو دو فيديو اللي كيفالوريزيو المدينه وما كنشوفوش داكشي اللي زعما هنايا كاين غيالمون ما كيبانش كاع في لا فيديو فريمون الاحاسيس الامان اي حاجه زوينه في ديك واحد ليكسبيريونس بات لنا اول مره دخلنا هنايا للمدينه بنت لنا واحد المراه حطات لا بيسيكليت ديالها ودخلت لا بونك جاتنا بيزا كيفاش هاد الناس اللي ما عايشين هكا ما يمكنش كتخلي حوايجها وتدخل دونك هادشي كيدل على ان كاين الامان بزاف في هذه المدينه هذه اكزاكتومون. الحاجه الثانيه اللي جاتنا بيزار انه ما كاينش الفو روج في جيك. كيفاش انه الناس كيسوقوا بلا فو روج ما كتسمع ني كلاكسون ني دباز ني زلنت ني حيد انت ني حتى شي حاجه وزيد عليها فريمون واحد المنظر واعر اللي كتشوف هنايا في جيك لا بالميري لوغازيس المكاين الحياه كاينه في وسط واحد الطريق اللي ضربناها كلها سحلة كلها سحلة ما كتقولش انك غادي توصل لواحد لو تريزور sur terre. Après ملي كتدخل عاوتاني للقصور لداخل كيبان لك عاوتاني واحد المنظر واحد اخر دروبا قدامين كيفاش دايرين شي بلايص اللي ما بقاوش عايشين فيهم الناس واخا كانت مازال واحد لو شارم واعر في داك البلايص اكزاكتومون. ما نساوش الكرم ديال الناس ديال فيكيك اللي فين ما دزنا من حداهم كنقول لهم السلام كيقول لك وعليكم السلام مرحبا بكم هكتما هادشي لقيناه باختو في جيك وفريمون عندنا اون اكسبيريونس زوينه بزاف على هاد المدينه. دونك بالنسبه للناس اللي عمرهم ما جاوا لهاد المدينه هادي كنصحكم بزاف انكم تجيو باش تكتشفوا شي حوايج اللي زوينين كيف ما اكتشفناهم حتى حنايا لاول مره اكزاكتومون. شكرا.